لقاء مهم وتسليط الضوء على احد المجالات التمييز داخل مدونه الاسره، لانه رغم اعتراف الفصل او الماده الرابعه من المدونه بان الاسره تنشا تحت رعايه الزوجين، لكن مباشره نلقاو راسنا امام تمييز صارخ في العديد من المقتضيات وضمنها الحضانه والولايه. في الوقت اللي تسند الحضانه الى المراه تسقط عنها في حالة التي تمارس حقا من حقوقها الإنسانية كالزواج. فبالتالي رغم أن الأطفال قبل 7 سنين ما تسقط عليها الحضانة، لكن من بعد لا يعرف الواحد الابتزاز اللي كتعرض ليه باش يمكن لها تضطر أن تتنازل على النفقة من أجل الاحتفاظ بحضانة أبنائها. فبالتالي الآن الأول في الوقت اللي الزوج لا يتعرض، الحاضن لا يكون في نفس الموقع ديال الزوجة، لا يشترط عليه أن لا يتزوج قبل بلوغ الأطفال 7 سنوات. فبالتالي نحن أمام مظهر من مظاهر التمييز الصارخة، وأن الأول أنه يزول هذا التمييز لتتلائم المدونة مع الدستور المغربي. فبالتالي يعتقد أن اختيار هذه المواضيع أساسية وتسليط الضوء عليها أساسي، لأنه أحد المظاهر الصارخة للتمييز ضد النساء. اليوم كتعقد المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات هذا اللقاء لكي تعيد فيه سؤال الطرح تغيير المدونة. طبعا هنالك جدل، هل هو تغيير ام اصلاح ام تعديل؟ ولكن بما اننا نرتئي في المنظمه الاشتراكيه للنساء الاتحاديات مراجعه المدونه بشكل شمولي وعميق من خلال مجموعه من المستجدات، لعل المستجد الاول هو الدستور ديال 2011 الذي جاء بمبدا المساواه في الفصل 19 وبشكل عرضاني في مجموعه اخرى من الفصول، كما ان هنالك مجموعه من المقتضيات التي الاتفاقيات الدوليه التي وقع عليها المغرب ورفع عنها مجموعه من التحفظات. كل هذا يجب ان يسير في اطار سؤال المساواه اليوم، بالاضافه ايضا الى مجموعه من التحولات الاجتماعيه والاقتصاديه التي عرفتها الاوضاع النساء في المجتمع المغربي، وكذلك التحولات التي حدثت في بنيه الاسره المغربيه وفي تقاسم المسؤوليات فيما بينها. كل هذا اليوم يجعلنا نطرح السؤال مجددا، هل آن أوان تغيير المدونة؟ طبعا آن الأوان لتغيير المدونة، لأن هنالك اختلالات كبيرة ظهرت في هذه المدونة. لعل جوج ديال النقاط غادي تناقشوا منها اليوم في هذا اللقاء هذا هو الحضانة والولاية، ولكن الواقع أن هنالك اختلالات كثيرة. يكفي أن أذكر منها مثلا الفصل 20 المتعلق بتزويج القاصرات، والذي يمنح للقاضي تلك السلطة التقديرية التي كانت استثناء وأصبحت شبه قاعدة. يكفي أن أسجل أيضا وأن أذكر بأن عدد الزيجات التي تمت في السنتين الأخيرة وفي أوضاع كورونا من خلال تزويج الأطفال كانت مهولة جدا. يكفي أن أذكر أيضا بأن هنالك مشكلة كبيرة متعلقة بالولوجية إلى الحق من خلال المقتضيات ديال التبليغ، من خلال مقتضيات التنفيذ، من خلال مقتضيات الإثبات، إذ يصعب على المرأة أحيانا أمام هيئة القضاء أن تثبت الضرر اللاحق بها لكي تتمتع من الولوج إلى الحقوق المكفولة لها. أعتقد وكما سبق منذ أكثر من 4 سنوات أن طرحنا هذا السؤال من خلال لقاء مشترك بين المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات وفريقنا في البرلمان عندئذ وندينا بالتغيير. أعتقد أيضا أنه يجب حل مشكلة أساسية في نظري في المدونة، وهي مشكلة المرجعيات. اليوم هنالك سؤال وهنالك مشكل مفتعل كبير في إطار المرجعيات. من جهة نتحدث عن الشريعة الإسلامية ونتحدث عن الخصوصية، من جهة أخرى نتحدث عن الكونية والحقوق العالمية. يجب أن نحل هذه المشكلة، لأنه إذا أردناها مدونة إسلامية فيجب أن نذهب رأسا إلى مقاصد الشريعة الإسلامية، وهي مقاصد لا تتعارض مطلقا مع الحقوق الكونية. أما إذا أردناها مدونة فقهية فيجب أن نفتح المجال واسعا أمام الاجتهادات، لأن الفقه هو مجرد اجتهادات بشرية مرتبطة بأحداث ومستجدات ونوازل في المجتمعات. كلما تغيرت المجتمعات وظهرت مستجدات جديدة إلا وظهرت الحاجة أيضا إلى إحداث التغيرات. وإن كنت أرى في تقديري أن المدونة لن تخرج من هذا الصراع المفتعل إلا عندما نعتمد تغييرا أساسيا يجعل منها مدونة مدنية
قائمة على قانون مدني قادر على متابعة ومواكبة مختلف التغيرات التي تحدث في مجتمعنا. الإشكالات دابا اللي كتطرح هي أن واحد العدد ديال الأمهات كيلقاو ريوسهم في واحد الوضعية جد حرجة في العلاقة مع الأبناء ديالهم، مثلا ما تقدرش تخرج ليه واحد العدد ديال الوثائق اللي كتحتاجها في اليوم ديالو، ما تقدرش أنها تنقل بدون موافقة ديال الأب بحكم أنه إذا كان مازال هو كيحتفظ بالولادة الشرعية ديالو على الأبناء ديالو، وبالتالي كيخلق لها صعوبة لأن ممكن هذه النقطة كياخذها الأب وكيديرها كما كنقول داك الشونطاج فهمتي في العلاقة مع الأم، وهذا ممكن أنه كيسبب صعوبات كبيرة بالنسبة للأمهات، خاصة أن كنعرفوا من بين الشروط ديال أن الأم تحتفظ على الحضانة ديال الأبناء ديالها أنها ما تزوج، ولكن هذا الشرط ما كيندفش على الرجل في بعض الحالات، وحنا كنعرفوا أن القانون كينظم هذه العملية. دونك هنا كنقول بأن العلاقة بين الحضانة والولاية الشرعية يجب إعادة النظر فيها بشكل أن نعطيو إذا كنا آمنوا بأن بالفعل ضرورة إقرار المساواة بين المرأة والرجل في هذا المستوى، فهو أن خص للرجل والمرأة أن يكون عندهم نفس الحقوق ويمارسوها الا كان شي حاجه او شي مانع، والمانع خصو يكون مانع اللي هو قانوني، يعني ان في حاله وفي وضعيه ما اللي ما كتسمحش ليش ولا ما كتخولش ليش انه يدبر هذه الوضعيه القانونيه ديال الابناء ديالهم. وهنا كنقول بان تدبير الحضانه ولا الرعايه بشكل عام ديال الاطفال سواء اثناء الزواج ولا بعد الزواج كيتطلب اليوم انه يتم تحيين المدونه بهذا الشكل اللي كيرسخ المبدا ديال المساواه بين الرجل والمراه في هذه المسؤوليه، باعتبار ان الحضانه راه ما غاديش نضروا ليها من المنظور ديال الحق ديال الام ولا الحق ديال الاب، ولكن من الحق ديال المحضون انه يكون في اطار واحد الحضانه اللي كتوفر ليه شروط الرعايه والتنميه والتربيه والتمدرس ديالو. وهذا كي بطبيعة الحال خص القانون يمشي في هذا الاتجاه ديال انه يعزز الضمانات باش كنضمنوا ان المحضون يكون في واحد المكان ولا تحت الوصايه ولا في الحضانه ديال الشخص اللي بالفعل غادي يمكنه انه ياخذ الحقوق ديالو سواء في الحق في التمدرس او التغذيه او السكن او انه يتحترم ويتطرب الى غير ذلك. هذه من بين الاشكاليات الكبيره اللي خص انه يتم اعاده فيها النظر. علاش؟ لان المجتمع المغربي كما كنعرفوا كيعيش واحد العدد ديال التحولات الاجتماعيه اللي كتستجب ان حتى القوانين خصها تواكب وتسير هذه التحولات، ما دام ان المغرب اليوم كيقول بان قطع اشواط كبيره في المجال ديال المساواه بين الرجل والمراه. بتنظيم من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه وايضا المنظمه الاشتراكيه للنساء الاتحاديات في اطار واحد السجال مجتمعي عميق تعرفه هذه المقتضيات اللي غنتكلموا عليها اليوم، هي الماده ديال الولايه والحضانه في مدونه الاسره، واللي طفات مؤخرا على السطح بعد المعاناه الحقيقيه التي تعيشها بعض الامهات وبعض الاسر المغربيه جراء معاناتهم من الاجراءات المفروضه عليهم فيما يخص الشؤون اليوميه للاطفال ديالهم. اذا ارتأينا نحن كحزب اشتراكي دائما كان في الطليعه من اجل الدفاع عن حقوق المراه، وايضا كمنظمه اشتراكيه للنساء اتحاديات لراهنيه هذا الموضوع واوانه ان نناقشه مع اساتذه مختصين غنيين عن التعريف كالاستاذه عائشه الخماس التي من مناضلات عن حقوق المراه والدفاع عنهم، الاستاذه خدوج السلاسي الكاتبه الوطنيه للمنظمه الاشتراكيه للنساء الاتحاديات والبرلمانيه، وايضا الاستاذ عبد الله بادو المفتش التربوي الذي يلامس عن قرب مدى مشاكل والمعاناه التي يعانيها سواء المتمدرسين الصغار مع الاولياء الامور ديالهم الى غير ذلك. ونتمنى ان تخرج هذه الندوه بتوصيات جد متقدمه من اجل ان يدافع عنها الحزب داخل القبه البرلمانيه من اجل تغيير شامل للمؤسسه وملائمتها للقوانين الدوليه وللدستور ديال 2011.